واحد ملاحظ حاجة غريبة في البيت النهاردة، ولا في زيطة ولا حس ولا خبر. ما دقدق تحت يا بابا. انا قلت كده والله، انا قلت البيت مش هيبقى حالته ده لو دقدق هنا. يا ريتك جبت سيرة حاجة حلوة. كنت فين يا برنس؟ كنت امال ايه مكان زي يا وقع تعب اللي تعبت النهاردة يا بابا. ايه اللي انت جايبه ده والكنزات دي هتوديها فين ده كله؟ يخرب بيتك، خش يا حبيبي ده احسن امك تيجي. والله العظيم ابدا اخش ايه؟ لما انا دي وين؟ لما الم فيهم. لم يا حبيبي الزباله دي، امك نصحت الوقت هتموت. لم القرف ده تلعب بيه تحت. ايه؟ ابقى خليها تلمسني. اللي انت اما تقول عليه قرف؟ بص لسه بايع ب 40 جنيه، ده الكيلو ب 200 جنيه يا حبيبي. انت متكلم جد؟ 200 جنيه الكيلو ولسه بايع ب 40؟ لا انت تقعد لي نشوف الحوار ده. يا كان صغير عشان اجيب كنزات العب بيها، ده شغل يا حبيبي. يا ابني على دماغي دي، انت طالع لابوه. الدماغ دي انا عارفها، الدماغ دي بتاعتك انت زي بتاعتي انا بالظبط. انا كنت احب الشغل زي كده، بس انا ما توقعتش ان انت في يوم من الايام دماغك تيجي في حاجه زي كده. يا ابني على كده، وانت خليك قاعد كده، خلي اخوك شغال وانت قاعد كده. القعده احسن، لا اروح اجيب كنزات انا ابوه. حقك يا ابني، احنا نجيب لك مكتب تقعد عليه انت عايز كده، بس انت ابوك وزير. لا مش مكتب ولا حاجه، بس على الاقل شغلانه تليق بيا. التكبر ده هو اللي جايبك لورا، عارف ما تتواضع واي حاجه تشتغل فيها هتلاقي الدنيا زي الفل معاك، لكن طول ما انت كده مش هتطلع لقدام ابدا، وعايزك تاخد جنيه مني تاني. وانت خليني معاك، انا هشتغل معاك هطلع معاك من بكره. بكره مين؟ هو انا لسه هستنى لبكره؟ لما انا طالع تاني الوقت، اليوم لسه ما خلص. يعني في وقت الوقت نلم تاني؟ ايوه في، يلا نروح. ومن النهارده احنا بتوع خرده. خرده خرده يا حبيبي، مش حاجه اما تجيب فلوس. يلا يا حبيبي نملى شكاره ونيجي.